بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي بيت الخبره المرشد الزراعي، اهلا بكم في حلقه جديده ومميزه جدا كالعاده من بيت الخبره المرشد الزراعي. ايه هو النجاح في الزراعه؟ انك انت تستثمر المزايا اللي عندك. عندنا في مصر في طقس مناخي مهم جدا جدا لاحدى الزراعات الغير تقليديه. دايما الزراعات التقليديه اللي هي المحاصيل والذره والقمح والفواكه والموالح، لكن عندنا زراعات كنز مصر اسمها النباتات الطبية والعطرية. نقول بس يعني بلغة الرقم كده حاجة يعني غريبة جدا، وقالها لي ضيف الكريم، قال احنا بنزرع 1% من مساحة مصر نباتات طبية وعطرية. ماشي، ده رقم ضئيل جدا، لكن المفاجأة ان 1% عامل لنا الترتيب الخامس في التصدير للنباتات الطبية والعطرية في مصر. طب تخيلوا حضراتكم لو احنا مثلا يعني عظمنا الفايدة وزرعنا مساحة أكبر، هنوصل لحد فين؟ حابب تسأل عن أجود العطور الفرنسية، تصنيعها كان بدأ منين؟ من الياسمين بتاع محافظة الغربية، ومعلومات كتيرة خالص عن النباتات الطبية والفوائد الاقتصادية لها للمزارع. يقول لك مثلا رقم حد أدنى للقيمة التسويقية لفدان الكمون بحوالي 80,000، ده كان من فترة كمان، دلوقتي بأكتر وأكتر. يعني احنا عاوزين نعظم الفايدة لده ونوصل لأعلى إنتاجية، لأن هي حاجات مطلوبة جدا في التصدير. ده موضوع حلقة النهاردة. حابب تزرع نباتات طبية وعطرية وتعرف الفوائد بتاعتها، معايير الزراعة بتاعتها، أشهر المحافظات اللي بتزرع، تزرع ايه عشان يتسوق، طب مشاكل أهالينا اللي هم زارعين بالفعل. ده حدوتة النهاردة برائحة الياسمين في بيت الخبرة المرشد الزراعي، وكل طلباتكم أوامر هيجاوب عليها ضيفي الكريم اللي مشرفنا في الاستوديو، أستاذ دكتور حسام محيسن، نائب رئيس قسم النباتات الطبية والعطرية بمركز البحوث الزراعي. تحياتي ومساء الورد يا دكتور. أهلا بيك، أهلا بكم. والله أنا عاوز أقول على حاجة، سبحان الله دايما كل مهنة بتبقى عارف يعني شبيهة صاحبها مبهجة زي حضرتك كده، والله مش مجاملة يعني. تسلم. ربنا يحفظك. وأشكركم كلكم على البرنامج الجميل ده. تحياتي لشخصك الكريم والله. لما يكون مثلا عندي فعلا العطور الفرنسية اللي هي متصدرة العالم، براند عالمي، ونعرف معلومة مهمة جدا إن معظمها من الياسمين بتاع الغربية، ده حاجة تفرحني صراحة. بس تخوفني. طب ليه بقى انا مش موجود؟ طب لا، هي الياسمين المصري بياخد كاتيجوري 1، رقم 1 في العالم كله، براند. طبعا. يا الله، العجائن الياسمين في مصر سواء من الغربيه، من قريه شبرا بلولا او المنطقه هناك، وبني سويف كمان فيها مساحات ومصانع لانتاج عجائن الياسمين. طبعا طبعا. فدولت بيتصدروا المشهد بالنسبه لرقم 1 كبراند للعطور خاصه فرنسا. ففرنسا العطور الهاي كلاس بتاعتها كلها اساسها الياسمين المصري، وبيطلب بالاسم. صح. يعني صح. احنا بس ايه المشكله كلها بالنسبه لنا في الموضوع دوت؟ ان احنا نعظم الفايده، الجوده. الكواليتي كنترول على الموضوع دوت، بحيث نطلع حاجه فعلا تحافظ على مكانتنا في العالم كله. هنتكلم ازاي نعمل ده عند اهالينا، لان في زراعات تقليديه، انا مثلا كفلاح واخد على اني بزرع موالح فواكه، يعني الزراعات التقليديه بتاعتي، لكن في كتير هو عايز يزرع ده بس مش عارف. ده موضوع حلقه النهارده. لكن الاول برضو ندي يعني تنويه كده عن ايه هي النباتات الطبيه والنباتات العطريه. يعني هو التاريخ اللي بيقول، مش احنا يعني، هو لما هي خلقت قبل الانسان. الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل الانسان على الارض، صحيح، كان موفر له سبحانه وتعالى مقومات الحياه، الغذاء والملبس والماء. صحيح. والدواء. المملكه النباتيه مليانه، والمملكه الحيوانيه مليانه. صحيح. علاج لي عن طريق الصدف، عن طريق مراقبه الحيوانات. طلع برانش او فرع من المملكه النباتيه والعطريه كان بيستخدم في العلاج، وذلك وصلوا في الاخر لتعريف جميل جدا للنباتات الطبيه والعطريه. احنا كان التعريف الاساسي بتاعنا في النباتات الطبيه والعطريه هو كل غذاء، كل نبات يستخدم كله او جزء منه او ماده فعاله فيه في النباتات الطبيه والعطريه. لا، دلوقتي هو كل من ثبت ان له تاثير علاجي من المملكه النباتيه. يصنف كنباتات طبيه. وبالتالي سواء محاصيل او بساتين او زينه وله استخدام طبي فهو نبات طبي. يعني ممكن تاخد من نباتات مثلا الزينه العاديه او النباتات التقليديه المملكة كلها اللي هنكتشفه. صحيح. هيصنف داخل المنظومه بتاعه النباتات الطبيه والعطريه. ولذلك انت تشوف
حاجات جديده دخلت، الجاتروفا والجوجوبا والجوجوبا صحيح والمورينجا والحاجات دي ما كانتش من سنين موجوده. فلما اكتشف ليها اثر طبي وعلاجي خلاص بقت داخل المنظومه. هو الذهب الاخضر زي ما بيقولوا، النباتات الطبيه والعطريه صح، بقيمتها كمان اللي هي الفوائد اللي بتعود على الانسان والقيمه الاقتصاديه. ليه انا مطلوب مني اهتم؟ لان الرقم هنا غريب، في فجوه كبيره قوي قوي، 1% من الزراعات، الزراعه الاراضي المصريه رقم يعني لازم يبقى لنا عنده وقفه. طبعا. حضرتك شايفه ايه بقى بحكم المعايشه والتخصص؟ والله الواحد غير مرضي. الواحد في المية يعني حتى في الاستراتيجيه اللي وضعتها الوزاره كان المستهدف ان شاء الله باذن الله 2030 هتبقى 250 الف فدان بدل كام المفترض؟ بدل 80 الف. الضعف حلو. يعني ثلاثة اضعاف، لحوالي 3%. ثلاثة اضعاف، يعني احنا ده اضرب 80 في 240 الف تقريبا. يعني فلو حصل دوت ان شاء الله ويحصل باذن الله وقادرين على ذلك، ان الدنيا هتبقى رقم. يعني احنا اذا كان كده احنا بالواحد في المية من مساحه مصر ده، واحنا من العشرة الكبار في مجال النباتات الطبيه والعطريه على مستوى العالم. على مستوى العالم ده مش على مستوى تصدرات الصادرات المصريه، احنا بننتج كمان يعني فهمت. احنا بننتج من 100، يعني احنا 140 دوله تقريبا في العالم. احنا بنطلع 2.5% من 1% بس من 1% قيمه الزراعات بالظبط كده صح. فدي تخيل انت الوضع لو بقى 250 الف يعني رقم واحد. طيب طبعا ان شاء الله تعالى باذن الله، لان يعني خلاص انت بيدك وتملك المقاومات، خصوصا يعني على حد معلوماتي النباتات الطبيه والعطريه ليها مناخ خاص بيها، وده عندنا يعني ما يبقاش عندنا بقى ونسيبه. هو فكره بقى هي بتجود في انهي زراعات ولا انهي مناخ؟ هي مش مناخ واحد، متنوع اللي بتاعنا. طيب يعني احنا بنلاقي انت ليك نطاقات مناخيه كبيره جدا. معلش هو الحديث هيبقى فيه تفاؤل كتير لان انا متفائل بطبعي ما شاء الله، هو ربنا يخليك. فهو النطاقات انت عندك هنا جزء في افريقيا وجزء في اسيا. طبعا تمام، يعني الوحيده اللي موجوده شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء، ده قطاع آسيا. يعتبر في اسيا واخد النطاق المناخي بتاعه. وعندك في افريقيا عندك الشمال والجنوب والمصر العليا. فانت عندك نطاقات مناخيه يجود فيها متنوع 30 40 نوع من النباتات الطبيه والعطريه، وده بالفعل حاصل. يعني انت هتلاقي اللي مزروع في شمال سيناء حاجه، واللي مزروع في اسيوط والفيوم حاجه، وبني سويف واسيوط والمنيا لغايه هنا صحيح. فديت عملت مناطق اسمها مناطق التركيز. مناطق التركيز ديت اللي هي يجود فيها النبات ويعطي اعلى ماده فعاله. وده المطلوب، ده اللي مخلينا بقى يعني ثابتين في المشهد التصديري بالظبط كده. ما هو بيدور مش على كم بالزبط. بيدور برضه على كيف وقيمه موجوده داخل يعني النباتات اللي هيتصدر لها. النعناع يجود في كل حته. ليه بيطلع في بني سويف وليه بيطلع في الفيوم؟ صحيح. عشان هناك الماده الفعاله عاليه جدا. تمام. المريميه والزعتر والاورجانو وشمال سيناء. النطاق القاري اللي هناك الخاص بقاره اسيا صحيح. بيدينا ماده فعاله عاليه جدا في النباتات دي، وهكذا على معظم ال 30 40 نبات اللي بنزرعهم على مستوى جمهوريه مصر العربيه. كلهم بيطلعوا في المناطق التركيز اعلى يعني انتاجيه من الماده الفعاله اللي بتدخل عند المستورد بقى في الدواء. أهلنا سمعنا، واللي مش واخد باله هياخد باله إن شاء الله تعالى بعد الحلقة، ونزود كمان يعني نساهم مع الدولة نعدي 250 ألف فدان، لأن ده أنا يعني متفائل جامد إن شاء الله نوصل 10% من الزراعات. خلاص يعني عندي ميزة بعرف استثمرها وعظم الفايدة بتاعتها. يعني نقول له هي فايدة زراعة النباتات الطبية والعطرية إيه على مستواه هو كفلاح، لأن ده حقه يدور على العائد المادي وجزء منها على العائد الاقتصادي للدولة بقى. هو كل الزراعات او كل الاشياء الغير تقليديه بيبقى محاطه بحاجتين. اول حاجه فيها الخوف من الاقتراب من حاجه غير تقليديه، وده خوف مشروع بما ان المعلومه مش طبعا عندي. طبعا صحيح. عشان الريسك واخد بالك، او المجازفه. فانا طب انا ازرع قصب احسن واقعد جنبه وارويه واخد القصب عارفه يعني فاهمه بالظبط كده. وده اللي قابلناه في محافظه قنا. عشان نحول المسار من الزراعات التقليدية العادية المعروفة سواء قمح أو قصب وادخل في الريحان، كان لازم يبقى فيه الدور بقى بتاعكم بقى الإرشادي الجامد. الفرشة الحلوة قوي ديت عشان نقنعه بالموضوع. كان لازم يبقى فيه زراعة تعاقدية معاهم عشان يضمن يضمن أنا هزرع حاجة غير تقليدية ومش هسوقها كمان. صحيح.
وبعد ما زرع وشاف المردود المادي او الفلوس اللي جت منه لا ده تمام يعني 4 أشهر او 5 أشهر ويجي لي فيها المبلغ دوت لا فابتدت الايه العقليه الثقافه تتغير ثقافه المزارع بس اللي بنرجوش احنا غير اي نباتات تانية البرانش بتاعه والفرع بتاع النباتات بالعطريه بيصدر منه من 90% لـ95% بره مصر لان احنا استهلاكنا هنا محلي قليل جدا قليل 5% في العطور قليل وفي النباتات بالظبط الطبيه فأنت كمان انت بتصدر بمواصفات ناس عايزاها بصوره معينه بالصوره دي وبالتالي انا الحاجه الوحيده اللي سوقها قبل زراعتها او الدخول في هذا المجال هي النباتات الطبيه اسوقها الاول بمعنى اضمن عمليه تسويق العميل بتاعها قبل ما ازرع وده النجاح مثال صغير انا هطلع من فدان النعناع طن ونص نعناع عجبني موضوع النباتات الطبيه العطريه ورحت زارع الفدان اللي عندي نعناع وخدت طن ونص جاف من النعناع تخيل لو ملوش تسويق اشربه على الشاي ازاي ما هو لسه اقول ما انا اقعد لا يعني اشربه على الشاي لا اشم اذا ما كانش يتاخد مني صحيح بسعر معين وسعر يجازي الفلاح ودي برضك نقطه هنتكلم فيها في الحوار لا يبقى لازم اسوق قبل العلماء في مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث باستين في القسم عندنا في قسم النباتات الطبيه العطريه ما بيمتنعوش عن اي معلومه ده حقيقه الصراحه لما حد بيجي يقول انا زارع كذا طب انت هتعمل كذا وكذا 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 طب انت هتسوق في شركه معينه هتاخد مني خلاص الموضوع احنا مطمنين المعلومه الفنيه دي بقى بالنسبه لنا ما فيش مشكله بتاعتك صحيح وبدون اي مقابل الله يعني المتابعه دي لا هو بيجي يسال على المعلومه هو الفنيه هو بيجي يسال وبيلاقي برضه وفي مكتب استشارات في المركز لو عايز ياخد حد بيقدم طلب ويروح يشوف يعني الموضوع سهل يعني طبعا ما دام هي ايه انت ضامن تسويقي خلاص ما فيش اي مشكله بالنسبه لي لان احنا بنصدر تقريبا الانتاج كله واخد بال حضرتك فانا ما سوق لي واتفق وشوف الشركه اللي هتاخد منك وبعد كده ايه تعالى الدعم الفني ده مالكش دعوه تمام يعني ودي نقطة محورية مهمة جدا جدا أنا ما تقولش هم الأرض والزرعة بتاعتك خلي بالك أنت بس اديني الأرض وأنا هزرع لك بالطريقة العلمية معاك بالمتابعة ولكن التسويق هو دي إشكالية طب ده دي إحدى التحديات زراعة النباتات الطبية والعطرية طب قبل ما نسترسل فيها دكتور أنا هستفاد إيه؟ يعني خلاص إن شاء الله تعالى موجود التسويق إيه اللي ممكن يفيدني تاني بحيث إن أتشجع مزارع ولا لا المزارع خلينا في المزارع تمام المزارع مستهلك ما احنا مش خلاص احنا المزارع احنا بالنسبه لنا احنا كدكاتره وبنشرح له سواء على الجانب الارشادي او سواء على المشاريع القوميه او المشاريع الدوليه المتحده او تحت اشراف وزاره الزراعه زي المعونه الامريكيه والمشروع الاوروبي والكلام ده كله كل دوت مهمته يقول للمزارع انا هخليك تستخدم اقل تكاليف وتطلع لي اعلى انتاج وبالتالي تاني يا دكتور اقل تكاليف اصل هو ده هو ده تعظيم الفايده هو بالزبط. ده هدف كل برامج مصر الزراعيه والعلماء في مركز البحوث الزراعيه بالظبط ودي الرساله بتاعه من اول الوزاره لغايه المشاريع الدوليه والقوميه اللي بتيجي للتنميه في مصر تمام كده انا هقول لك على حاجات تستخدمها باقل التكاليف تمام وتطلع انتاج عالي جدا سواء في العشب او في الماده الفعاله اللي جواه وبالتالي المردود المادي هيبقى ايه عالي يحيط هذا او هذه المنظومه منظومه الكواليتي كنترول الجوده منظومه الجوده تحكم في الجوده بالظبط صحيح هو هناك بيستورد منك وعايز جوده صح هتدي له جوده قليله هيديك سعر قليل او يمنع او يرجعها التصدير نفسه بالظبط الشحنه نفسها لان كل احنا في نطاقات بنصدر لها امريكا ليها مواصفات الاتحاد الاوروبي ليه مواصفات الاتحاد الاوروبي ليه اليورو جاب واليورو والجلوبال جاب الدول العربيه ليها اليابان فرنسا واليابان ليها الجيترو والجاز بتاعتها الستاندردز بتاعتها او المواصفات القياسيه بتاعتها فانت انت بتتعامل مع منظومه هتقول لك ايه ده؟ لا مش عايزه صح فلازم يكون في اطار الجوده ده هياخدني لسؤال الفلاح بتاعنا شاطر لكن لما يكون زراعه مش تقليديه خصوصا ان هي 1% فطبيعي منطقيه الكلام ان هيكون عدد زراع النباتات الطبيه والعطريه في مصر مش كتير مساحات محدوده صح فالشاهد من كلام ان احنا يعني ما يضيفش التاتش بتاعه ما يجودش من عنده هنا التكامل ما بين خبرته
او سامع سماعي انه لازم يروح لعند مركز البحوث الزراعيه عند حضراتكم في قسم النباتات الطبيه والعطريه ويفهم الحدوته رايحه فين. صح يا فندم، انت لمست حاجه احنا سالناها لاكبر شركه لانتاج الاعشاب في المانيا لما كنا هناك. في المانيا كمان؟ اه تمام. والمانيا من المستوردين الكبار، يمكن اكبر سوق لينا يعني. فبنقول له ايه رايك في المزارع المصري؟ الاعظم مزارع، وهو اللي علم الناس على مدار التاريخ يعني ايه زرع. الله، ودي بالنسبه لنا طبعًا كانت شهاده جامده طبعًا جدا. طبعًا. قال بس هناك عيبان. بنفس الترجمه يعني. العيب الاول نقص الحيازات. الحيازات اللي هي الحيازه الزراعيه، المساحات. العائل كان عنده 10 فدان. احفاده دلوقتي بقى قراريط. يعني حاجات صغيره كده، مفيش. ايوه صح. دوت خلى ده غير اخو ده، يعني ده يزرع حاجه وده يزرع حاجه. خلى المعاملات هنا عند ده غير المعاملات عند ده، فالحيازات بتمثل شيء مش كويس معيب. بالنسبه لهم معيب. هو عايز مساحه كبيره بمعاملات واحده وتقطف وتديله ويعرف يديها كمان مدخلات زراعه افضل. اي بالظبط، طريقه رش عشان يبقى الفيدباك او المردود بتاعي البرودكشن او الفاينل برودكتس النهائي بتاعي. طب العيب الثاني ايه؟ سالناه قال الكواليتي، جوده. احنا شفنا، هو بيقول يعني الكلام ده كان سنه 2008. بيقول بيقضوا حاجتهم في الغيط مثلا. بيبقى مريض وبينزل يحصد. يا على اللمسات اللي هي اللي فاهم، واخد بالك ليه بقى؟ لان هو لما بيشوف الحمل الميكروبي، ودي احدى مقومات او محددات الجوده، بيلاقي في حمل ميكروبي عالي. جاي منين؟ جاي منين؟ من الليبر او العامل. العامل أو اللي بيحصل يعني. أو ممكن حد مثلا يستسهل فياخد المشية بتاعته، معلش يعني الري بمية صرف. الري مية مثلا. واحد يروح ماسك عربية الصرف، نزل لي في الغيط هنا. هو مش متخيل إن هو بينزل. هو معتبره ده سماد. بينزل صابون. منظفات يعني. وسموم. بينزل عناصر تقيلة سامة. واخد بالك؟ وحمل ميكروبي عالي جدا. صحيح. واخد بال حضرتك؟ ويمكن في النقطة دي أنا هتكلم في نقطة صغيرة. اتفضل. يمكن لما كنت ماسك مدير مشروع تحسين الجودة، فعلمنا الفلاح ازاي يغسل ايده ويلبس جوانتي ويعقم ايده بمية بملح على الاقل، ان لم يكن كحول او ديتول او الكلام ده كله. الفرق كان كام؟ قبل او بدون معاملات ان هو ينظف ويطهر ايده، كان 8 مليون خلية في الجرام. يا ده خلية ميكروبية. صح. من 5 ل 8 معاملات بسيطة يقدر يعملها، وده بحث منشور على فكرة. فهنا ثقافة بقى التعامل مع النباتات بالزبط. الطبية بالظبط، مجرد بليبس جلافز وطهر ايده وصلنا ل 4000 خلية في الجرام. فالموضوع سهل جدا. سهل. وبسيط جدا بأدوات بسيطة جدا نقدر نحسن جودة المنتج القابل للتصدير. صح، يعني احنا قلنا الغربيه والياسمين بتاعها وريحتها الحلوه. فمشرفنا من اهالينا من الغربيه. الحاج محمد اهلا بيك. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضل. الله يخليك. لو سمحت بس كان سؤال للدكتور مع حضرتك. اتفضل يا دكتور. احنا السنه دي الارنج ما جمعناهوش عشان تكلفه الايدي العامله كانت اكتر من ثمنه. الايه يا فندم؟ الارنج. الارنج. والياسمين السنه دي في ناس قلعته عشان الاواف واراضي الاصلاح زودت الايجارات على التصدير. اي ارض فيها شجر بتزود الايجارات عليها بنسبه 50%. ومنعنا في الارنج من اخدان الكيماوي متجمعين. دي مشاكلنا احنا من القطور، ودي المشاكل اللي هي بتواجهنا في الحاجات بتاع المواد العطريه. تحياتي للقطور واهل القطور كلهم. ويا ريت بس توجه الكلام ده وتشوف لنا ايه المشاكل دي لو سمحت. ان شاء الله. حاضر، حقك كل طلباتكم مشروعه في اطار تنظيمها القانوني والمهني. هيكون مثلا ان شاء الله تعالى انا يعني اكون على ثقه ان صوت حضرتك واصل باذن الله، لان هي تحديات وطلبات ومشروعه لو كان لها يعني تقيم او تقنن قانونيا. بالفعل معالي الوزير قام بتشكيل لجنه عن طريق مركز البحوث الزراعيه. تمام. وراحت عينت دوريه المشاكل الموجوده في الغربيه وكتبت تقريرها، وبصدد ان شاء الله باذن الله حل المشاكل. الله ان شاء الله تعالى بشره خير يا رب تعالى. لا ازاي، اصل احنا ما ينفعش لسه بنتكلم قال على انتاج النباتات الطبيه العطريه سواء زيوت الموالح النارنج وخلافه،
مع الياسمين مع العطر هناك في الغربية، وطور بالذات مركز عملاق جدا في إنتاج الزيوت والعجائن، يحصل فيه أي مشاكل لا الوزارة مش هتستحمل. أكيد أكيد وده كلنا على يعني ثقة. طب هرجع تاني للمعاملات الخاطئة اللي بيعملها أهالينا، واللي هو يعني زارع بس مش عارف يكمل جمال الحدوتة. تمام. اللي هي الجودة زي ما بقول. الجودة. بص حضرتك، ما دام بصدر الحاجة سواء بقى موالح أو مانجا أو حاجة بتصدر، ما ينفعش أشتغل مني لحالي. والله المفترض الاثنين، بتصدر محلي ما هو يعني وده كله. وده بقى جريني لبرنامج حضرتك. اتفضل. البرنامج اسمه رهيب. المرشد الزراعي. صحيح. اللي احنا افتقدنا دوره في السنين أو العقدين اللي فاتوا دول. احنا كنا في مركز البحوث بنستند على المرشد. ليه؟ المرشد عارف الجمعية الزراعية. المرشد عارف الحيازات اللي موجودة. المرشد عارف الناس بأساميهم بعائلاتهم. فكان بياخد مننا المعلومة احنا يترجمها ويقولها بلغة أهل البلد. حلقة وصل خطيرة جدا. طبعا جدا. واخد بالك؟ فكان بياخد منظومة الجودة مننا ويقولها. كان بياخد الممارسات الزراعية الجيدة ويقولها. احنا الوقت الدور ده بقى على مركز البحوث الزراعية. دكاترة مركز البحوث الزراعية ويتصدرهم مع متضامن مع قطاع الارشاد العلاقه الموجود في الوزاره ووحده مثلا جناحيه ومصر الزراعيه عليه عيب جامد. صحيح. جدا جدا. ان يعمل مدارس عقليه وايام حقل والكلام ده كله مع الدكاتره الاقسام الاخرى بصراحه. صحيح. اللي يحاولوا يزودوا الوعي بالنسبه للمزارع عن طريق الحملات القوميه. عن طريق الزيارات التجارب العقليه المعايشه الحوافز اللي بتتحط بالظبط. على الجانب الاخر المشرق اللي انا بقول لك متفائل بيه دايما، حاجه زي المشاريع المعونه الامريكيه تحت اشراف وزاره الزراعه او بالتعاون مع وزاره الزراعه، بتنزل للجمعيات التنمويه تحاول ان هي تجمع الحيازات الصغيره دي. صحيح. في كيان كبير. صحيح. موحد التعامل المعاملات. صحيح. موحد الاجراءات. تمام. وبالتالي هيطلع منتج مطابق للمواصفات لكل الناس اللي متحده في هذا الجمعيه. وده ان شاء الله على المامول من حضراتكم باذن الله. استاذنك مشرفنا من اهالينا من الشرقيه الحاج علي، اهلا بيك. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عاوز اسال الدكتور فايدة الريحان ايه؟ فوائد الريحان. الله، انت ناوي تزرع تزرع يا حاج علي؟ ناوي ان شاء الله تعالى. انا عندي ريحان كتير طالع وبستخدم اوراقه في الشراب، بس مش عارف الفايده بتاعته. طيب ماشي ان شاء الله تعالى وتزرع كمان بمساحه اكبر باذن الله. ان شاء الله. حاضر. ماشي يا فندم. عندي ريحان كميه كبيره، بس انا بستخدم مراقه في الشرب هي والنعناع، لكن مش عارف الفايده بتاعته ايه. حاضر ماشي، هتسمع الاجابه تحت امرك. شكرا يا دكتور. ان شاء الله. فوائد الريحان. فوائد الريحان، انا عموما انا بحب التطرق لهذه المواضيع يبقى عن طريق دكتور صيدلي طبعا. انا فانا هقولها من باب المعلومه. الريحان من المحاصيل اللي تحتل المركز الثاني او الثالث تصديريا بالنسبه للنباتات الطبيه والعطريه. له ثقل، بيدخل عندهم في ادويه كثيره جدا جدا. من اول القولون العصبي للمغص المعوي لادويه الاطفال للكلام ده كله. صحيح. هو قال ان هو زارع ريحان على نطاق بسيط. عندنا مشكلتين هنا. المشكلة الأولانية نوع الريحان ده إيه؟ لأن في أصناف أو أنواع من الريحان. في أصناف عالية في مادة اسمها السيراجول، دي خطر على كبد الأطفال. وفي أصناف قليلة جدا في المادة ديت، وبالتالي الاتجاه كله للريحان الفرنساوي مش الريحان البلدي اللي هو بظهرته حمراء. أيوة. إحنا عايزين ظهرته بيض. هو ده اللي عليه. يعني لو هو زرع مثلا 5 فدان وراح لأي شركة أعشاب وقال لهم انا زارع 5 فدان بمواصفات حلوه تاخدوها مني من الريحان الفرنساوي، هياخدوها. صحيح. التحديات، قلنا حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، هي النقطه التسويه. انا ازرع ما اسوقش، يبقى مش هزرع ومحدش يزعل مني. هتجمع لي مثلا ازاي هسوق منتجي؟ هتلاقيني معاك بعد ما تعلمني ازاي ازرع النباتات طبيه وعطريه، وهي دي المهمه جدا. تمام. في مشاكل تانية غير التسويق يعني، وانا على الارض كده في الواقع، في مشاكل تانية بتقابل اهالينا بحكم المعايشه يعني؟ بص حضرتك، دخول المجال وانا مش عارف عنه معلومه دي مشكله. هو المعلومه قوه. انت بتلعب على المعلومه، ولو مش عندك نصيحه ما تدخلش، هتخسر. بالظبط كده. مش معنى ان انا عندي 5 فدان انا تعال نجرب. لا. لا صح. بيجي يقعد معانا مثلا.
بياخد دراسات جدوى من اي دكتور عندنا الخاصه بالنباتات الطبيه والعطريه. تمام. بنديله اسامي المستثمرين الكبار اللي هم بيصدروا. بحيث هو بيصدر الحاجه اللي هو عايز يصدرها، فيقول له انا لو انت زرعت الريحان والطريقه دي والدعم الفني والمعلومات عنه هاخد منك. تمام. عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه سحريه بتريح المزارع وهي اسمها الزراعه التعاقديه. ايوه. وقد بدأها دكتور وبيع زميلنا في الفيوم. عن طريق ان هو يعمل زراعه تعاقديه ما بين المستثمر او المصدر. دكتور وبيع وكيل وزاره. ايوه بالظبط. تمام. والمزارع. ليه؟ هيريح المزارع نفسيا. صحيح. هيحس ان هو خلاص انا اتعاقدت والمحصول هيتاخد. طبعا. الاهم بقى الاهم بقى ان ما يقعش تحت طائله التجار، سلسله التجار اللي بيتلاعبوا بالاسعار. لا تستنزفوا اللي هو مكسبه لغيره. بالزبط. او خيره لغيره زي ما بيقول. والمنظومه ديت لازم تتدخل. صح. فيها الدوله. عشان التجار ما يتلاعبوش بالسعر. المصدر انا عايز سعر هاخد من المزارع، خلاص الموضوع انتهى. يعني حضرتك شايف ان ابرز المشاكل هي التسويق. طبعا. وثقافه الزراعه. طبعا. بعد التسويق تيجي كل حاجه. سهل انه يتعلم. هيتعلم. هنتعلم المعلومه عندنا. صحيح. الاشراف الفني عندنا، المتابعه الحقليه لو عايز من المكتب الاستشارات في مركز البحوث الزراعيه عندنا. يجي مركز البحوث الزراعيه قسم النباتات الطبيه والعطريه يقول يعني ان شاء الله انا هزرع كذا. هزرع كذا. تعال. بياخد طبعا حضرتك انت بتقول لي بياخد يعني زي فايل كده او طبعا أو بحث. طبعا طبعا. عايز يعمل دراسه جدوى. نعمل دراسه جدوى بما يتلائم وبيحكي بقى طبيعه الارض بما يتلائم مع يعني بيقعد معاه دكتور. انا بطمن اهالينا ان هيروح يقعد معاه دكتور من قسم عند حضرتك يحكي له. طبعا هو هيقول له مثلا بي اتش بتاع الارض ماشيه ازاي، الاراضي موجوده فين، في انهي مكان، طبيعه الري، كل التفصيلات من اول دي سهلة متاحه معاه القسم حتى الباحثين. تمام. اي حد بيشرفنا بنقعد معاه، خاصة لو هو عارف هو هيعمل ايه ويزرع ايه، وبنقول له من الاي تو زد، وبنديله منشورات خاصة بالنباتات اللي اسمها مطويات خاصة بالنبات دوت، يقدر يعمل فيه ايه ويتصرف معاه ازاي، بل ولو حصلت مشكلة يتواصل مع دكاترة الوقاية والأمراض في مركز البحوث الزراعية. قلت لي حوالي 30 40 صنف بيتزرعوا في مصر. ابرزهم في حاجات بتبقى منورة قوي كده. طبعا. زي طبعًا. نبدا بالبردوش. البردوش المصري بيقاس عليه بردوش في العالم كله. صحيح. من الحاجات اللي فيها الكاموميل او الشيح البابونج. من الحاجات اللي بتدخل في مستحضرات التجميل في فرنسا وفي اوروبا كلها. والزيت بتاعه غالي جدا جدا جدا. ودي نقطه لتعظيم الانتاج. ممكن انا ازرع للزيت بس واضاعف الارباح اللي جايه. تمام. الريحان. تمام. خاصه الفرنساوي. تمام. النعناع بشقيه اللي هو البلدي والفلفلي. اللي هو الفلفلي. الفلفلي للتصنيع والبلدي للصناعات الغذائية. تمام. وأخيرا الشمر برضك من الحاجات اللي ليها ثقلية. أستاذنك مشرفنا من أهالينا من الشرقية الأستاذ كردي. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أهلا. فضل فضل. صباح الخير. صباح الخير وعليك وعلى أستاذنا الدكتور. أهلا صباح بيك. صباح الورد بيك. والياسمين والفل وكل النباتات العطرية. ربنا يكرمك. فضل. أهلا بيك. ربنا يكرمك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. أنا عندي بذور جناسك هندي. تمام. أيوه. فعايز أشوف هل في إمكانية مساعدتي في التسويق ليها؟ تمام. في حالة لو زرعت فدان اتنين هل في طريقة لتسويقه داخل مصر؟ حاضر. هتسمع الإجابة دلوقتي تحت أمرك. حاضر. شكرا. تحت امر ربنا يطرح لك فيها البركه باذن الله. كمان مشرفنا من اهالينا من بحيره استاذ حنا. اهلا بيك استاذ حنا. ايوه باشا. اتفضل يا فندم. استاذنك نبعد عن التلفزيون بعد اذنك يا استاذ حنا. ماشي حضرتك. انا كنت عايز اسال على العائد الاقتصادي بتاع اللي كنت هزرع بردقوش، هزرع ريحان، هزرع نعناع. العائد الاقتصادي يعني انا عندي 10 فدادين ممكن ان انا ازرعهم. بس حال هلاقي عائد اقتصادي مجدي كويس؟ حاضر. نقول ونقول تاني كمان وكلنا يعني في يعني ايدينا في ايدين بعض نزود المساحه بتاعتنا اللي هي 1%. الدكتور يعني بشرنا ان الزراعات في ان شاء الله هيكون في زراعات تعاقديه باذن الله للنباتات الطبيه والعطريه، وان هي دي الزراعات المقبله. احنا مطلوبين قوي 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 بره، فان شاء الله رب يكون بشره خير ليك وبدايه خير ان شاء الله، ويعني هتشبع تفاؤل تاني من دكتورنا والله. بالنسبة للسؤال الأولاني
عن النبات اللي هو بيقول عليه اللقص الهندي دوت، لو لقى شركة هتاخده منه يزرع زي ما هو عايز وياخد منها التقاوي ويدي لها الإنتاج. هو بيقول عنده تقاوي خلاص تمام. ما هو برضك خد بالك الشركة لو هتزرع لصالحها غالبا بتدي ده احيانا بيحصل الشركه لو خد عينه من التقاوي راح لشركه من شركات التصدير ووافقت على التقاوي لان التقاوي بيبقى عليها اختبارات ودي هنقولها اكيد تمام نسبه انبات وحيويه وحاجات من دي كتير وهل فيها عفن فيها امراض فيها حشائش فيها الكلام ده كله. فلو الشركه وافقت على التقاوي بتاعته وهي موافقه تاخد الانتاج منه احنا بالدعم الفني شرفنا واحنا نقول تمام. الناحيه الثانيه اللي هو اذا كان عنده استاذ حنا بلتقوش او اي نبات طبي وعطري زي ما قلنا هيسوقه خلاص وهيزرعه طبعا ليه عائد ومردود تمام مردود عالي جدا 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 وغير الزراعات التقليديه وخاصه لو اعتنى بازاي يعظم الانتاجيه زي ما قلنا ويزود الماده الفعاله في النبات. بس استاذ حنا كلام الدكتور اللي هو من اول حلقه وبياكد دلوقتي تعالى ابدأ يعني السلام عليكم في قسم بحوث النباتات الطبية والعطرية اقعد مع الناس الأول، فبالله عليك ما تجيش كده ايه منك لنفسك او في معلومات عند حضرتك انا عارف انك اكيد شاطر بس لا خليها هي دكتورنا بيقول النباتات شوية حساسة ومحتاجة معاملات خاصة عشان معظمها بيتصدر ففي معايير تانية. ناخد من اهالينا من الفيوم الحاج عبد الناصر اهلا بيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ سامعك يا فندم الدكتور اتفضل. اهلا وسهلا يا دكتور. احنا بنزرع بالنسبه للفيوم هنا بنزرع بردوش بكثافه عاليه جدا وعطر وريحان. انتوا معلمين النباتات الطبيه عملوا فينا اللي ما اتعملش مين حضرتك؟ اتفضل. بمعنى طبعا البردوش كان ممكن 1200 جنيه الزيت بالطن. لا انا مش سامع حضرتك. حاسبونا عليه ب 600 جنيه يا حاج عبد الناصر بعد اذنك بالرؤيه. نعم. يعني اتفضل تاني ايه بقى اللي حصل؟ بقول لك احنا في الفيوم بنزرع بردوش الاساس عندنا وعطر بردوش وعطر وريحان فرنساوي وريحان بلد. ماشي تمام. المشكله ماشي. ايه بقى؟ وطبعا التجار السنه دي البرداش كان وصل 1200 جنيه 1300 جنيه السنه دي حسبونا عليها 600 جنيه. التجار كده وصلنا بقى للنقطه اللي اتكلم برضه فيها ضيف. احنا ماشي احنا موضوع الزراعه التعاقديه دي احنا يا ريت يبقى الدوله تساعدنا في الموضوع ده عشان السماسره والتجار ما يتحكموش فينا. حاضر يعني والدكتور سامع الكلام بتاعي ده اعلى كثافه في الفيوم عندنا بتوع المنيا بياخدوا الزيت من عندنا من هنا ويضربوها على الكثافه عشان يعملوا الكثافه بتاعتنا. لا اهدى قلت لك حضراتكم المعلمين بتوع النباتات الطبيه والعطريه الفيوم دي ربيع ودكتور ربيع وكيل وزاره هناك الراجل دايما يعني ضيف دايم موجود أخونا. في مصر الزراعيه واستاذنا الدكتور هيقول لحضرتك ازاي تعمل ايه لان هو بشرنا ان في زراعات تعاقديه للموضوع فان شاء الله تعالى بشرة خير لكن هو بيتكلم بحمية يعني كويسه الراجل هنفترض حسن النيه في كلامه طبعا. بص حضرتك معلش الحته ديت عشان تصديقا لكلام الحاج التجار ان لم يكن عندهم وازع ضمير في عرض اسعار الثوره هتبقى مفقوده. هي دي اللي حضرتك بتاكد عليها وبنداعمين لكلامك. اقول لك حاجه صغيره اتفضل. التجار غيروا اسم النبات لنبات تاني عشان يقللوا في السعر في اسيوط بيسموا الشمر كراوي. طيب يعني احنا رايحين نزرع شمر ونشرح للممارسات بتاعت الشمر لقيناهم بيقولوا ده في الشمر ده كراوي. والله ازرق خدنا مجهود اخر عشان نوريهم الفرق ما بين الشمر والكراوية وقيس على ده اللي هيشتري منه طب. وقيس على ده مثلا تعاقد او اتفاقيات على انك انت هتصدق انا باجي عليه على راس الغيط باجي على راس الغيط وهو بيحصد ومديون وصارف قد كده واقول له سعر متدني يعني انا اطلع من المنظومه دي ازاي؟ نطلع اهالينا ايوه لسه اقول لحضرتك نطلع المنظومه ضحيه الموضوع المزارع اولا لازم وزاره الزراعه تتبنى الموضوع زي ما عمل وهي عامله كده بالفعل اخونا استاذ الدكتور ربيع وده وعندنا لجنه للزراعات التعاقديه يدرج فيها النباتات الطبيه ان شاء الله تعالى تشترك فيها الوزاره مع رجال الاعمال اللي هم بيصدروا في وجود وكيل الوزاره في المنطقه اللي احنا نروح فيها ويتعمل زراعه تعاقديه وممكن نعمل زراعه تعاقديه مع الجمعيات التنموية اللي هناك تجمع لنا مجموعة من المزارعين كبار ونوحد المعاملات ونطلع منتج عالي الجودة ونقدر نصدره بسعر عالي كده. صح. معنا من الدهلية الحاج سيد أهلا بيك يا فندم. يا حاج سيد ألو اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يخليك. ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضل اتفضل.
الله يفتح حالك. احنا ما بنزرعش النباتات دي، وكنت عاوز اسال الدكتور. ارضنا هنا طينه، بنزرع فيها الرز والقطن والغله وكده، ممكن نزرع فيها النباتات دي تنفع؟ تمام، سؤال محترم، يعني مهم جدا. طبعا ممكن يزرع ايه بعد ايه؟ هل الارض تجود ولا المعاملات الخاصه بزراعه؟ زي ما قلت لحضرتك احنا هتسمع الاجابه على حضرتك. حاضر. احنا عندنا شقين، الارض القديمه المنزرعه بالفعل، والارض الحديثه اللي احنا بنحاول نستصلحها ونزود في الرقعه الزراعيه اللي اسمه التوسع الافقي. ودي في الاستراتيجيه بتاعت 2030. صحيح. التوسع الافقي ده هيفيدنا انا بايه؟ هيفيدني بارض بكر ما فيهاش مبيدات، ما فيهاش حمل ميكروبي عالي، وبالتالي هيطلع منتج عالي الجوده. انا مشكلتي في الدهليه ايه؟ زراعات الموالح والمانجا. ودولت بيترشوا اكيد. تمام. في رش مبيدات نتيجه ظهور اي حاجه عفن هبابي او اي حاجه، هو في نبات في رش وفي طيب. مبيدات. انا لو ارضي طبيعي. بجانب هذه المزرعه الخاصه بالموالح او المانجا او الكوماتر، الرش دوت اكيد هيطال الزرعه اللي بجنب، الزرعه التقليديه الغير تقليديه بتاعتي. صحيح. واكيد هيقلل من كفايتها. الصفه التسويقيه بتاعتها. يعني انا لو ابعد افضل عن هذه الاماكن. احنا بنقول قطور، ما هي برضك ارض قديم، بس قطور ايه؟ شبه اجماع من الناس على حاجه معينه. ما هذا بقى توحيد الرقعه الزراعيه. أيوة. ونرجع ليه فعلا المساحه، كل ما بتكبر كل ما بتعرف تعمل لها كنترول وتوحد كده. طبعا. صحيح. طبعا انما انا هنا لو ارضك بعيد عن اي مصدر للمبيدات او الملوثات او مياه الصرف اللي ممكن تؤذي النباتات الطبيه والعطريه، توكل على الله. طيب اجابه حضرتك ممكن تمنع، وهكيد ان شاء الله تعالى تمنع مشاكل كتيره خالص، ابعد يكون افضل. ممكن يجي سؤال في بال حد تاني، انا يعني مش هتناصح، خليني اجود وازود من عندي كده، فاحمل حاجه على حاجه، هو ينفع تحميل النباتات الطبيه والعطريه على زراعات موجوده بالفعل؟ لسه كنت بتكلم في مع فليلي اداه في الموضوع ده. احنا عندنا كمون مصري العائد بتاعه عالي جدا جدا، ده المعدل ويكاد يكون بيستهلك في مصر كله. تمام. بسعر يوصل ل 60 و70. حقيقي. تمام كده. كمون المصري بينافسه ايه في المنطقه؟ بينافسه حاجه اسمها الكمون الايراني. في السوائل العالميه فيه. طيب لو جينا قارنا الكمون الايراني بالكمون المصري، هنلاقي ان نسبه الزيت قليله جدا في الايراني وعاليه في المصري. احنا بنوصل ل 6%. يعني ده ميزه. طبعا. تمام. وهناك في الايراني بيوصل 3%. نصنا تقريبا. ايه بقى انت عندك ميزه هنا، بس ما زرعوش بقى فين؟ هو بيزرع في المنيا واسيوط. ايوه. بزرعه تحت مزارع العنب. ما هو ده اللي يعني بيحمله على العنب. طب برش العنب. الرش بينزل على مين؟ على الكمون. فدي مشكله. لو ازرع الكمون لحاله لوحده بدون اي مبيدات حواليه او عليه، خلاص الموضوع منتهي. هيبقى كمون عالي الجوده، خالي. صح. من المبيدات. صح. واخد بال حضرتك. وسعر خرافي. خليه مستقل، هتاخد منه انتاجيه عاليه. تحميل. صح. يعني احنا لا ننصح بتحميل النباتات الطبيه. هي في تجارب كتير وابحاث كتير حصلت على التحميل. ان كنت ضامن ان في التحميل دوت لن يطال النباتات الطبيه العطريه مبيدات، يعني انك انت هتقدر تسيطر على الجزء. بالزبط. ده يعني من قائمه الممنوعات يا دكتور. بالظبط. يعني ما يفضل ما تحملش. يفضل. وتعلم قبل ما تزرع. بالظبط. تعلم قبل ما تزرع، بنكررها تاني، ده معلومه. بالزبط. مهمه. جدا. طبعا. كمان. طبعا. صح. طبعا. قول لي النبات اللي هتحمل عليه ايه؟ هقول لك ينفع ولا ما ينفعش عن طريق العلماء بتوعنا في مركز البحوث الزراعيه. هي زراعات مكلفه احيانا، يخليني انا كفلاح اخد خطوه ورا لو عرفت ان هي مدخلاته زياده فريسكه عالي. ماشي، تسويق كويس وتعاقدت، بس افترض الشركه هتسيبني لحالي، فالنهارده مش هصرف 30 40 الف على الفدان عشان ممكن يجيب لي 80، عشان ممكن اخسرهم كلهم. هي مدخلاته مكلفه ولا في المتناول؟ لا، هي حتى لو قارن التكاليف بالمردود. تمام. لا، انا بقول ده عشان اطمن منك، عشان نطمن، لكن انا عارف طبعا ان الاجابه الاجدى هتكون عند حضرتك. التكاليف خد بالك بتزيد عشان انا عايز ازود جوده المنتج. طبيعي. صح. واخد بالك. صح. فانا لما ازود التكاليف هتعود عليا بعائد اكبر، واخد بالك. انما حكايه الخساره ما دام انا ضامن التسويق، لا، مش هيحصل ان شاء الله باذن الله. صح. انا في شركه هتاخد مني بعيد عن التجار وجشعهم، هتاخد مني الانتاج بتاعي. انا صرفت 7 هيجي لي 28 مثلا.
صح، فهيبقى المردود عالي ومرضي للفلاح جدا ومرضي للمصدر في الاخر. هو السؤال ده يعني بقي اسطمبة كده أساسي في كل الزراعات وفي كل برامج مصر الزراعية والمرشد الزراعي. أي هنتكلم على أي نوع زراعات تقليدية، زراعات مثلا حديثة، نباتات طبيعية عطرية، الري الحديث فين في الموضوع ده؟ يعني هل مثلا هيزود الإنتاجية؟ مفيد جدا، مطلوب كمان بالتوازي، هبدأ زراعات نباتات طبيعية عطرية فأخلي زراعتي أبدأها بالأول بالري الحديث، ولا ليها أضرار الري التقليدي عليه؟ تمام، سؤال رائع، خاصة وإحنا بنواجه بعض الشح المائي. إحنا بدام في نقص في الموارد المائية، ألف ب استخدام طرق حديثة صح وطرق غير تقليدية في الري بالغمر. إحنا عارفين إن أساس النباتات الطبية العطرية نباتات وايلد أو برية، وبالتالي هي مش محتاجة مننا المية الكتيرة، ناهيك بس عن النعناع والريحان بيحتاج، ده ممكن تضرها بالميه كده واكيد هتضر. عفان جذور مثلا يعني زياده الميه عفان جذور سواء للكمون او للريحان او النعناع. فانا الموضوع مش بزياده الميه، فالمقنن المائي لما يبقى عن طريق شبكه ري بالتنقيط او عن طريق هيدروبونيك زي ما طلعنا الريحان في معهد بحوث المناخ او معمل المركزي لبحوث المناخ، استخدمنا كميات ميه قليله جدا وطلعنا انتاج عالي جدا. طبيعة النباتات الطبية العطرية ما بتحتاجش مية كتير، بعيد عن 3-4 نباتات بيحتاجوا شراها في المية شوية زي النعناع والريحان، تمام واخد بال حضرتك. إنما هل ده يمنع إن الريحان والنعناع يزرعوا بالتنقيط؟ أبدا لا، أنا بقنن المية وبرفع القيمة المضافة. يزرعوا قصد حضرتك بالغمر العادي، لكن هو يزرع بالتنقيط برضه، يزرع كل النباتات الطبية العطرية ثبت نجاحها بطريقة الري بالتنقيط وعلى استحياء بالرش اللي هو البيفوت، لان ساعات بيعمل بعض الاضرار. في اراضي معينه يفضل عدم زراعه النباتات الطبيه العطريه فيها؟ طبعا، يعني مثلا اراضي حجريه، اراضي رمليه بزياده، اراضي قديمه جديده، يعني بص حضرتك صفات التربه الف ب القرار بتاع زراعه النباتات الطبيه العطريه. صحيح، حتى لما بيجي بيقول لي انا الشركه الفلانيه تعاقدت معايا ان انا هزرع كذا في وادي النطرون مثلا، اقول له تجيب لي عينه ميه وعينه تربه، صحيح، تحليل في مركز البحوث الزراعيه في معهد بحوث الاراضي، وجيب لي التحليل. التحليل ده بيقول لي حاجات كتيرة، الارض دي فيها كربونات كتير، فيها بي اتش كام، فيها طفله ولا ما فيهاش طفله، الطفله ممكن لما تنشف تخنق النباتات، فيها طبقه جيريه تحت او حجريه تحت تخنق الجذور لما تطلع، فيها ملوحه قد ايه، المية مالحة ولا مش مالحة، وملوحتها قد ايه، ما احنا عندنا ليمت للملوحة، المية وليمت للملوحة التربة، يعني ما بتشغلنيش قوي التربة لان ممكن اغسلها بمية حلوة كتير، تمام، فالاملاح تتغسل وتنزل، لكن المية اللي جاي المية دي مصدر المية، مصدر المية انا عالجه ازاي، صح، واخد بالك. تحسين خواص التربة ممكن في بعض الاحيان ان احنا بنضيف هيوميك وبنضيف رملة والكلام ده كله عشان نحسن خواص التربة، واخد بالك. فكل ارض لها ظروفها، وبالتالي تعالى هتزرع ايه كذا، طب اديني، ما انت ممكن تطلع لي 2000 بي بي ام او 2000 جزء في المليون، يبقى بلاش افضل، المحصول ده حساس للملوحه جدا. فتحليل الارض والميه والتربه ديت مهمه جدا بالنسبه لنا في تحديد مصير الزراعه بالنباتات. تمام، استاذنك نشارك اهالينا، مش شرفنا من الدهليه الحاج محمد، اهلا بيك يا فندم. حاج محمد اتفضل يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا باشا استاذ ممكن اسال سؤال لو سمحت؟ اتفضل طبعا. بالنسبه لزراعه الكمون تنفع عندنا في محافظه البحيره؟ تمام، الكمون ينفع في اراضي البحيره؟ بالنسبه لو تنفع حضرتك التجاوب منين وطريقه الزراعه والكلام ده؟ تمام، حاضر ان شاء الله، ورب تكون تنفع ويطرح لك فيها البركه باذن الله ان شاء الله. انا فرحان والله ده بجد، الواحد اصلا بيتبسط لو عارف يعني جزء بسيط من اهالينا اللي سامعينا اتحركوا وتشجعوا. هو البحيره ولا الدهليه بس؟ لا هو البحيره. بحيره، تمام. تمام. تمام، انا اللي قلت غلط، سامحنا بقى يا حاج محمد. لا مش اي مشكله، البحيره من طب كل اهالينا طبعا، عظماء مصر لينا محطه يعني في البحيره، يتشرف يعني تنفع زراعه الكمون هناك، يتشرف يروح يزورها. تمام، وممكن يشوف هناك زراعات كمون في الشتاء ان شاء الله، لان زرع كمون في اسمها محطه علي مبارك بالبحيره. ده موجوده في انهي مركز يا فندم؟ مركز لا، هي على الطريق الصحراوي بعد النبريه. تمام، محطه علي مبارك تابع لينا، مركز البحوث، تابع لمركز البحوث. تمام، محطه كبيره جدا
محطة ليها باع في النباتات الطبية العطرية وزرع فيها أكثر من نوع من النباتات الطبية العطرية. الكمون على المستوى الزراعة كمون نبات حساس جدا ومردوده عالي جدا. طب يعني عايز عناية في راسي، اما بياخدش الا 3 4 مرات ري، وتقريبا الحصاد بتاعه كل 3 شهور، يعني مش كل 3 شهور، هو بعد 3 4 شهور خلاص. مش كتير يعني، لا مثلا لا لا الدوره موسم الزراعيه موسم بتاعته مش كتير، موسم شتوي ما بيحتاجش ميه كتير. عيني في راسي عشان لو حصل ذبول او عفن في النبات، فده بيديك كمان مساحه تاني تعرف تستغل الارض وتستثمرها تاني. زمايلنا طيب من محطه بحوث علي مبارك بالبحيره يقدروا لو هتاخد قرار بزراعه الكمون، وهو يسوق محليا على فكره، ان هم يشرفوا على زراعته وان شاء الله باذن الله. طب نسهلها على الحاج تاني، بستاذنك بعد الهواء يكون في تواصل مع حضرتك، مش مشكله يعني، تدله ويستفيد كان تاني من علم حضرتك يعني ان شاء الله تعالى. يعني بنشجع على قد ما بنقدر، ده طبعًا دورنا يعني. طبعا طيب انا في زراعات بالنسبه للنباتات الطبيه والعطريه حضرتك قلت لي ممنوع ويفضل ومن قائمه الممنوعات ان هي ما تتحملش وتزرع لحالها. طيب الشاهد بقى من كلامي، انا النهارده بالنسبه للمبيدات هي بتترش طبيعي، وعلشان اصدر متبقيات المبيدات وعندنا مركز بحثي لمتبقيات طبعاً المبيدات، اخد بالي من الجزئيه دي ازاي؟ بالنسبه للمبيدات غالبا في بعض الدول التي لم تضع لها ستاندرد لدخول النباتات الطبيعيه، فبتسمح ببعض الايه المتبقيات بنسبه معينه صغيره، وبعض الاسامي بعينها من المبيدات. تمام كده، بس ده لا يمنع ان هي بتقلل في السعر. ضريبه بقى بتدفع. تمام صحيح. طب ايه البديل؟ عندنا بدايل كتير جدا، زي الزراعه الحيويه عن طريق المفترسات، المقاومه الحيويه عن طريق المفترسات، المقاومه الطبيعيه عن طريق المستخلصات النباتيه. تمام، يعني في عندنا نباتات زي النيم مثلا، زي الصبار، زي الحنه، نقدر نقاوم بيه امراض وحشرات بطوله صوره طبيعيه، وبعد ما ارش منها اكل. الله. مفيش اي خطر يعني الحل موجود معانا بالظبط كده. في شركات كتير واخده النهج دوت في مصر دلوقتي، ان هي بتحاول تسوق لمنتجات طبيعيه لرشها، وبتقوم بدور ممتاز في مقاومه الحشرات والامراض بدون اثر متبقي. تمام استاذنك، في كثافه اتصال وسامحونا لو ما عرفناش نغطي كل الاتصالات، لكن مشرفنا من اهالينا الغربيه الاستاذ عبد الله، اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، اتفضل يا فندم. هو انا عايز اسال سياده الدكتور على، هو فعلا قال حل اللي انا هسال عليه هو بيقوله اهو. تمام. اللي يهمنا اصلا حضرتك الدوده كانت الدوده عندنا في البلد كلها. انا معاك عبد الله من الحرون زرت العربيه. اهلا بيك، اتفضل. الدودة سيادتك كانت معظم الدورة اللي في الأرض عندنا وعند غيرنا وعند الناس كتير. نتكلم على دودة الحشدة. دودة الحشدة. فأنا سمعت الدكتور دلوقتي بيقول لك إن ممكن نعمل من الصبار والحاجات حاجة تقاوم الدودة. حيوي، مقاومة حيوية، تمام. مقاومة حيوية، فأنا سيادتك الدورة ده يعني محصول استراتيجي ده. طبعًا. طبعا. فزي عايزين سيادتك تشوفوا لنا الموضوع ده، توصلوه للمسؤولين، لان انا كويس اللي كلمت سيادتك، انا بطلب كتير، ويعني الحمد لله ان النمره جمعت معايا. الحمد لله. طيب معلش، ما انا لسه بقول او يبعتوا مشرفين للدوده دي، لان الدوده دي ناس كتير كانت الدوره بتاع الناس عدمته. انا واحد من الناس زرع يجي فدان رشيت بيجي 3000 جنيه. ربنا يعينك يا رب ان شاء الله تعالى. بس انا بقول انا عايز الموضوع ده كله يهم الدوله كلها، لان الدوله دي لو بهدلت مش هنقدر عليها بعد كده، لان بتعمل اجيال 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 اجيال. نرش وبعد 3 ايام نلاقيها جايه، نرش وبعد 3 ايام نلاقيها جايه. طب انا بس اوضح لحضرتك حاجه حاجه، طبعا ربنا يكون في عونك ويعوضك باذن الله ويعوض كل اهالينا، لكن هو ده الموضوع، مش الدوله مش هتهتم، ده احدى مهام الدوله في، لان ده مشروع قومي يعني، ده امن قومي مش امن غذائي بس. الدوله حاطه ايدها بقوه في الموضوع، علشان كده في توصيات دايما هتلاقيها على قناه مصر الزراعيه، توصيات الزراعيه ازاي تقاوم دوده الحشد. الف به حضرتك روح الجمعيه، هتلاقي الاصناف والمبيدات الموصى بها، يعني ما تشتريش من تاجر، روح. هم تقريبا يعني من معلوماتنا من ضيوفنا في حوالي 3 أو 5 اصناف تقريبا يا دكتور. تمام. موصى بها اللي مقاوم دوده الحشد، ازاي ترشها ومواعيدها وكل التفصيلات، وتابعنا كمان، وليها طعم سام، وليها رش طبعا. عارف عذرا على
كلام، بس عارف احنا اكلين شاربين نايمين على موضوع ضد الحشد، فمش لسه هنبدا، لكن انت طبعا ليك الحق وعذرا، وربنا ان شاء الله تعالى يعوضك باذن الله. روح الجمعيه وما تقلقش، وتليفوناتنا موجوده في كل البرامج باذن الله. مشرفنا الحاج سيد، اهلا بيك يا فندم. الو، اتفضل يا فندم. حضرتك انا عايز اسال الدكتور. اتفضل. عندي محصول 5 فدينتين، هل ينفع ان انا احمل عليهم الغطاء العطريه وهم مسخطين الاوراق؟ طبعا الاشجار اللي زي دي مسخطين. 5 فدينتين ايه حضرتك؟ محصول ايه يا استاذ سيد؟ تين يا فندم. تين. تين برشوم يا فندم. أيوه. تمام. تين برشوم. حاضر يا فندم، هرد عليه. هتسمع الاجابه. حاضر. يحمل عليه ولا التين لا؟ التين البرشومي اه من الاشجار المتفرعه، هي متوسطه الارتفاع وبتنتشر بصوره افقيه. طيب هتعمل ايه؟ هتضلل وتمنع الشمس عن النبات. يبقى برضه احنا كده بنضيف لقائمه الممنوعات انه ما يحملش. لا انا انصح بها. انا عذرا على الوقت اللي جري، لكن لا فرحان بالاتصالات، فرحان بوجود حضرتك معانا، حلقه مبهجه بوجودك وكل البشر اللي حضرتك قلتها. شكرا ليك يا دكتور. ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا، خلص حلقة النهاردة، كانت بهذه الروائح والكلام الطيب اللي قاله ضيف الكريم. نخلي بالنا قوي قوي إن شاء الله نوصل لأعلى إنتاجية لأرضنا الطيبة مصر السمراء إن شاء الله. أشوفكم في يوم جديد من بيت الخبرة، المرشد الزراعي، في أمان الله.